هلا وكل الهلا مشاهدينا ومتابعينا بحلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم متواجدين وياكم بشارع الربيع، راح نشوف الحركه الاقتصاديه وايضا الحركه التجاريه، على اعتبار انه وضع العراق اليوم جاي يعيش بتحديات سياسيه وتحديات امنيه، فراح نناقش هالمواضيع وايضا نشوف مدى تاثيرها على الحركه الاقتصاديه. خليكم وياكم. مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم، وطبعا هاي الحاله، وعليكم السلام ورحمه الله، هاي الحاله لازم نحكي بيها. يعني انه موضوع النفايات ومخلي لك سله زبل، اجل الله السامع، وشيلها طن مال زبل، انت تجي يعني كمواطن كمستطرق وتشمرها بالشارع او بصف الزبل، ليش مثلا؟ انت والله العظيم متاكد مليون بالميه نفسيتك انت اللي تشمر نفاياتك بالشارع، لو بغير بلد ما تسويها. وهذا الموضوع يعني معيب ومكلف ومجهد بحق عاملي النظافه. يعني اليوم هذا الموضوع وبزيونه، شنو تخلي بعد حتى الناس ما تشمر نفايات بالشارع؟ ماكو، هاي الحاويات موجوده ويخلونها فارغه ويذبون بصفها. حاويه ما تشيل لها طن هاي؟ لا شيل، شيل 200، لا شيل 200. 200 ما يخالف، كل وحده بصفها يعني. هاي هنا هواي عندك، هناك دافع، عندك فوق هناك 100، بس هو يذب برا. ما يذب. شلون تعالجوا هاي الحاله؟ ما تتعالج، هو من السوشيال مواطن، مو احنا سوشيال مواطن. اي سوشيال مواطن. هاي ايش كم سنه صار لك والله بهاي؟ انا صار لي 14 سنه. صار لك 14 سنه؟ صار 14 سنه. هاي القضيه ما انحلت؟ ما انحلت، لا. ولا كفت موضوع توعيه ولا ثقفت الناس بهذا الموضوع؟ لا ماكو ابد. زين مو نفسه، انا متاكد مو نفسه اللي جاي تكرم يشمر الزبل هنا، من يسافر بغير بلد ما يسوي هاي الحاله؟ ما يسويها. مو ما يسوي هاي بربل، ما يسوي. ليش؟ هناك قانون رادع، قانون رادع، اكو شوية احترام، اكو موضوع اخلاقي. انا اليوم يعز علي اشمرها بالشارع، لا، او هاي النفايات هيك اخليها بالشارع، يعني احسب حساب بالنفايات اليوم. اليوم احنا ما حد يحترمنا، احنا لا محترمين انتم اصلا، ومقدرين. انا احكي لك العالم، هاني احكي لك على العالم، هاني العالم هنا ما تقدر ولا تحترم. ليش؟ ما يحترمونا ابد. سياره واقفه اذا بصفها، هاي السيارة مو واقفة. هو قدر هذا، هو طبعه هيك، فهذا حتى ببيته اجل الله السامع قدر. هاي هاي عندك ايران، خليه يذب لك قطف ما جقار. زين. ما يقدرون. ما ترى. اي ما. بس هنا عندنا. بس مثلا من نحكي ان نتحدث ونقول زيونه وشارع الربيعي، يعني يجوز من الاماكن الراقية. طبعا شلون اللي يفوت المسجد ونشوف هاي الحالات؟ كلها تفوت من هنا، كلها تفوت من هنا، ونشوف هاي الحالة. واحنا طايحين فيها. طايحين فيها. اي والله. زين. خاصة احنا، انا سايق والولد عمار خطية. طايحين بيه. محمد، شنو الصعوبات اللي تواجهكم بعملكم؟ عملنا والله مرور. المرور عندنا. مرور؟ اي والله. المرور يجيك؟ اي المرور. انت تمثل الدولة يجيك المرور؟ لا ماكو. شلون بل؟ تعال بل، تعال سولف. يطلعني المرور. شلون يطلعك؟ ماكو، ممنوع، يقول لي مقطوع. يعني هسه انت اذا طبقت هنا تريد تكرم تشيل هاي النفاية. ماكو، يقول لي سويت ازدحام، اي يقول لي سويت ازدحام اطلع. ومن ينظف الشارع؟ ماكو، يقول لي عمر تعال. هي العالم نفسه اجل الله السامع يقول لي تعال، يقول لي يعني لو تبقى العالم ما حد ينظف. اي يقول لي تعال، تعال ورا الثنتين بالليل. ورا الثنتين بالليل؟ اي ورا الثنتين بالليل تعال. زين ورا الثنتين بالليل شلون؟ انا المدير بس يعوفنها يعاقبني. وانتم دوامكم ليش وقت ليش وقت؟ من 12 الظهر للثنتين بالليل للثلاثة احنا نحن. للثلاثة بالليل؟ اي للثلاثة بالليل. للساعة؟ من 12 الظهر. اي. للساعة بالثلاثة بالليل، للثنتين. شفت هذا ولا شفتين؟ لا لا ثلاثة. ثلاث شفتات؟ ثلاث شفتات. يعني ثلاث شفتات وما ملحقين؟ اي ما نلحق علي. على اي ما نلحق. هاي المكب مال النفايات مال الناس. ابد. يعني ادري الناس قد الشغل بعد، ست شفتات شوية توعوا، يعني هي رسالة للناس اللي يجوز ما تباوع لهذا الموضوع او عجز عندهم نوعا ما، يتعاجز يمشي لفت خمس مترات او سته يشمر النفايات، يشمرها بالشارع، شوي ثقوا وتوعوا، يعني هم هذول هم اخوتكم، وانت وبالتالي تعكس اخلاقك ونظافتك، هو قاعده ما تقبل غلط، انت
نظيف بكل مكان نظيف، انت جل الله السامع وصخ بكل مكان وصخ، صح لو مو صح؟ هواي ناس تشوفاني يعني يتمشى من هناك يجي يجيب تكرام العلاقه مال زبل ويخليها بمكانه. تكرام واحنا واقفين السياره واقفه جاي يشيلون العمال يجي يذب بصفه، حتى بالسياره ما يذب. بس اكو ناس لا. لا اكو ناس عكس. مو؟ اي هسه احنا نشيل الدور هاي الناس. اي اكو مطعم عندك مطعم لبنان تكرام شو اسمه يذب برا. الا كان السياره تجي يا كان السياره اي كان السياره حتى من تروح له مرتاح انا اروح مرتاح صحيح سيارته تطبق وهم خطي حتى عماله يجون يذبون بالسياره زين وكو بها عالم لا بعد غير ابو المرور شنو الاشياء اللي تواجهكم المعوقات الصعوبات الصعوبات هي عندنا المرور عندنا السيطرات لا ثرق البارحه كظون البارحه سيطرات اي سيطرات على على شنو الازمه ممنوع ممنوع مطلع. شنو راح مسدوها اي ممنوع مطب زين وشغلك شلون تأدي قلت يابا انا قاطع هنا قال لا ماكو يابا عبرني قال لا والله ما عبر فرنا ورجعنا لهنا غيبونا اه والله العظيم الدوله غيبتك اي غيبني المدير غيب الدوله غيبت اي غيب وما يشوف الوضع هذا يقول لي ما انت مداوم وبالواجب اي يقول لي ما ادري عبر لي اياها لا مثلا مو بايسكل ما كابسه قلت لك حتى السياره كبيره لا ما لا اصعد رصيف لا اصعد رصيف انا غير حتى لو رصيف ما تصعد صبات اي صبات يقول لي ما ادري والله وغيبني وغيبني اي والله زين تعال تفضل لهنا والله 14 سنه بهذا الوضع اي والله بهالوضع وهاي الكابسه انت ماخذها هسه مقابل سند مال بيتك؟ لا لا ها هاي اجور شنو اجور؟ اجور يعني احنا نشتغل ويا الدوله هاي اهليه هاي يعني مقاوله؟ اي مقاوله اكو مقاول؟ اي عندنا مقاول زين يعني الحكومه ما عندها اليات؟ لا الحكوميات قاطعكم بلديه الغدير؟ لا بيهم حكوميات موجوده بس ما يكفى؟ ما حد يقدر يسيطر على الربيعي بس ابو الاهلي ليش؟ ما يقدروا ولا شلون؟ ما يقدرون يعني يتعبون بيهم ما يقدرون. شنو اللي تعب؟ زين يعني هم عندهم عمال قليلين موظفين قليلين؟ انا خدمك هم عندهم شفت واحد من 6 الصبح زين للساعه 12 هذا الحكومه الحكومه زين بعد ما بعد ما يقدر يطلع الظهر ما عنده شفت ما عنده شفت ولا بالليل عنده شفت يبقى على الحكومه يبقى على الاهلي عفوا على الاهلي على الاهلي يعني ابو الحكومه شفت واحد يوفر؟ ايوه زين انتم كموظفين بلديه أيوة. هاي جوركم اريد اعرفها ايش قد بما انه انتم ثلاث شفتات العامل هذا ثلاث شفتات جاي يدق ب 23000 هسه تقاسم جاي يدق ثلاث شفتات؟ اي شفتات 23000 23000 ليش؟ هاي هو المقاول المقاول اي المقاول يعني اكو فد عقد بيناتكم فد لا ماكو بس الكلام لا اكثر ولا بس كلام؟ بس الكلام لا اكثر ولا كلام شرف يعني اي كلام بس ماكو هواي ناس مو شريف يعني بدون شرف معطينا سياره يعني نقدر ناخذ فلوسنا سيارة مطينيها اي ضامنها اي ضامنها السيارة عندي بدون سند مال بيت لا لا بدون لا سند ولا ابو الاهلي ما بي سند لا لا ما بي سند اه زين قاسم ثلاث شفتات 23000 يعني شفت ب 11000 10000 10000 مين ب 10000 قل العشرة 8000 العفو 8000 انا على بالي 33 هم دخلت والله لا لا يعني 23000 ثلاث شفتات ماكو مكافآت بالشهر كذا؟ لا ماكو لا وين زين وايد تستلمها يوميا لو شهريا؟ لا شهريا شهريا يعني راتبك ايش قد شهريا؟ كل 10 كل 10 بالشهر استلم ايش قد راتبك شهريا يطلع؟ 400 تقريبا 400000 وايد ثلاث شفتات؟ ثلاث شفتات جرام جريمه جرام اي والله جريمه ما شايفه ما تنام طبعا ما اوف ايش قد عندك اوف بالاسبوع؟ ايش كم عطله؟ لا ماكو عطله ماكو عطله ماكو ماكو يعني انت تذيب هسه على هذا الحكي ما تنام الحظر حظر التجوال الحظر مال التجوال ذاك اليوم ايه ما خلونا نداوم وطلعنا زين اي ماكو ما عندنا احنا عطله حظر تجوال اي حظر تجوال واحنا طالعين وتطلعون اي ونطلع احنا ما عندنا ما عندنا عطله وهاي شغله ماكو زين انت هسه صار لك 23 سنه 23 سنه لو 14 سنه صار 14 سنه وانت قاسم ايش قد صار لك تشتغل؟ صار لك تقريبا شهرين شهرين يعني جديد على الشغل اي جديد على الشغل زين انت بال 14 سنه هاي ماكو خدمه؟ لا ماكو تقاعد ماكو؟ لا ماكو هاي هيك؟ اي هيك مشي يومك؟ اي مشي يومك ضمان اجتماع ماكو؟ ما لاكو شي ماكو يعني ستعود موظف حكومي وانت يمكن اكثر شغله او اكثر وظيفه متعبه ومزعجه هي شغلتك هي شغلتنا صح شغلت لو مو صح؟ على مستوى الدوائر الحكوميه كله. لا لا. على مستوى القوات الامنيه كله. زين؟ ايه. يعني صعبة وثلاث شفتات اي وتجيك يجيك ابو المرور لا يحترم لا واحد ولا يحترم ابو بلدي ولا يحترم والله العظيم ماكو والله. عداله بهذا البلد والله العظيم والله العظيم ماكو عداله بهذا البلد قسما برب العباد ماكو عداله بهذا البلد 14 سنه صار لي وثلاث شفتات يداوم وينظف
يعني عامل النظافه وينظف نفايات خلي ما اريد اقول انه الناس القدره، لكن خلي اقول انه الناس اللي ما تستحي هاي نفاياتهم يشمروها، وتالي ما تالي ثلاث شفتات من الصبح للليل دون تقاعد دون مكافآت بأجور يومية راتبه ما يتجاوز 500,000 بالشهر. يعني هذا المواطن أو هذا العامل النظافة اللي خلينا نقول عليه محمد في حال خانته صحته أو سوى عملية، يعني ما أعرف شلون يوكل عائلته، ما أعرف شلون يعين نفسه يعين عائلته. فما إيش منتظرين أنتم مثلا هاي العدم عفوا العداله الغايبه عندكم؟ وش وقت تحضر؟ وش وقت تكون موجوده عندكم؟ يعني اسم موظف او نائب بالبرلمان يجي 4 سنوات حمايه وتبريد ويجي له بالاسبوع يداوم له يومين لو ثلاثه على البرلمان وعلى قد ساعه ساعتين يطلع رواتبهم ملايين، ومن يطلع تقاعد ذاك الحساب، وهنا الجهد المطي والجهد اللي جاي يصرفه مضاعف اكثر من نوار. طبعا ما حكيتوا ما ظهرتوا؟ والله حكينا هواي وظهرنا هواي، الناس بطلوها بطلوها والناس نقلوها نقلوها. ايوه وهاي هيك ماشيين. وانت قاسم ايش تحكي بطل؟ انت لا هذا انت لا تشوف بعد محمد هيك تحكي بطلوك؟ ايوه تحكي بطلوك؟ يبطلوني بس احكي ما يخلوه. هسه طلع من خبروني قال لي تمصر. وانت مجبور يعني ما لازم تشتغل هنا؟ لازم. ما تقدر ما تقدر مكان ما في شيء شغل الا هناك الله يكون بعونكم والله يوفقكم والله يسهل لكم. شكرا جزيلا. شايف الكلام والله العظيم حالات يعجز عنها اللسان. انتوا الناس الموجوده او المعنيين قاده البلد المسؤولين، اذا اكو قاده اصلا واكو مسؤولين وناس عندهم مثلا مو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، هاي اذا مسؤولين عن رعيتكم. هاي الناس وهاي الحال وهذا الوضع و14 سنة ينظف بشوارع بغداد العاصمة من الصبح لليل 3 شفتات يومية 8000 دينار وبأجور يومية ماكو لا تقاعد ولا عنده مكافآت ولا عنده حتى عطلة، يعني الأسبوع كامل داير يداوم به وشهريته ما تتجاوز 350,000 400,000 وناس لا هيش يعني زايدين والله كفاف بالموظفين قاعدين وساكتين رواتبهم 800 و700 و900 وعندهم تقاعد واجازات ومنح وامتيازات وهاي الناس يوميتها 8000. والله العظيم بلد كل عداله ما بي متواصلين وياكم خليكم يعني. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، وايضا هو الظاهر يعني احنا بمجرد ما وقفنا هنا ساعه بهذا الشارع شفنا معاناه ما بعدها معاناه، ويمكن او مو يمكن اكيد وعلى يقين انه اذا اجوا كتاب هوليود او الروائيين او كتاب القصص اذا اجوا للعراق باسبوع اعتقد انه بامكانهم يكتبون الاف القصص وينتجون آلاف المسلسلات والأفلام. ليش؟ لأنه بالعراق إحنا بكثافتنا السكانية بخيراتنا الموجودة على أرض الواقع، وعلى أرض الواقع هم بنفس الوقت ماكو خيرات، جاي نشوف معاناة عجيبة غريبة، ولا كأنه هذا بلد النفط، ولا كأنه بلد الحضارات، ولا كأنه بلد الخيرات. ليش؟ راح تعرفون ليش. اليوم كل او اغلب الشباب اللي موجودين بالعراق يعني كل واحد
عنده قصه تختلف عن الاخر، لكن يتفقون بالنهايه كلهم يلتقون ويجتمعون بنقطه واحده انه ما ماخذين حقهم بهذا البلد. فخلينا نشوف ولا هنا ولا شلونه. تمام الحمد لله. شلون اخبارك؟ خير نعمه. يائس محبط قاعد هنا وبعدك شاب. صح. يعني هسه اللي يشوفك يجوز عايش اكبر من عمرك. صح. قد عمرك؟ 16. عمرك 16 سنة. ايش تشتغل؟ علم كرتون. علم كرتون بالشارع؟ ايش صار لك بهاي الشغلة؟ صار لي ما يقارب 3 سنين من بطلت من المدرسة. بطلت المدرسة؟ زين ليش بطلت المدرسة؟ والله اسولف لك قصة. انا ب 2012 توفى ابوي وامي. الله يرحمهم. يرحم والديك. من هاي بعد لا عما مستقبلون ولا اخوان. ابو عندي 3 اخوان حميد. اصغر منه؟ اصغر مني. اخذتهم واحدة واجرت لهم بيت. حاولت بقدر المكان انه اكمل دراستي. زين. كملت لحد 2017 تقريبا 2018. نعم. وصلت صف ثالث متوسط. نعم. ردت اعبر مرحلة رابع. نعم. نعم. قالوا لي بمبلغ مادي يلا تعبر على الاعدادية. قد المبلغ؟ طلبوا مني 500. 500 الف. تعبر منين؟ اعبر من الثالث متوسط الى الرابع اعدادي. هاي افة طلعت بالتربية افة هذا الموضوع. وبنفس الوقت يعني انا اللي اهم شيء ادبر عيشة اخوتي. زين. والايجار. زين. ما اقدر ادبر المبلغ المادي اللي طلبوه مني 500000. 500000 دبرها. اجلس ادبرها بهاي المرحله لمن رحت. زين. انه اترك المدرسه. عرفت المدرسه؟ عرفت المدرسه اللي هو كان اكثر حلم بحياتي اللي هو المدرسه. ولحد الان؟ ولحد الان اكثر حلم واتمنى اقدم خارجي، بس اللي الظروف تحكم انه اخوتي واكو شيء اكو مهم واكو اهم. زين. هيك. يعني اليوم انا عفت المدرسه من ورا مبلغ مادي اللي هو اتمنى بنفس الوقت مشتغل ما متخلي من المدرسه وما طيهن، بس بنفس الوقت ذاك الوقت كان اكو مهم واكو اهم. زين. ولا اخوته انت بهذا العمر وشايل حجم هاي المسؤوليه وبالثلاث سنوات هاي شنو شغلك بالكرتون؟ تلم بالشارع؟ سولف لي عن شغلك يعني بالمحلات. كل شيء اشتغلت ابيع مي. وبيش تبيع الكرتون؟ بس الكرتون هذا لما ابيعه ب 7000 متر على الكيلو؟ على الكيلو. كيلو بيش؟ كيلو 100 دينار. 180 دينار. كيلو 100 دينار. الكيلو بش قد يالله تجمع؟ تلم الستوتة كلها 100 كيلو تقريبا او 90 كيلو. 90 كيلو؟ ايه. بيش بيحن 90 كيلو؟ ابيحن 7000 متر. 90 كيلو ب 7000 متر؟ ايه. بالكرتون؟ بالكرتون. ومن شو وقت تفضل تطلع؟ من شو وقت؟ اطلع ما تقريبا ما يقارب من 7 ارجع بال5 العصر. زين. 5 و6 مرات ابقى ل8 9. وهم من يفترون ورانا اهل المشتركات والدوريات و لا تشتغل لا تشتغل. يعني وين نريد نوصل اذا انا ما اشتغل بالكرتون؟ هسه انت بس وقفت ولا يعني بعائلتك عفوا برقبتك عائله. صحيح. 3 اخوان. 3 اخوان. ها واخوان الحد هسه مخليهم بالمدرسه. بالمدرسه جاي يداومون. ايه. وبيت ايجار. وما عندك معين. المعين الوحيد. ايه. واخوتك ما واخوتك ما يشتغلون. لا. بس تشتغل. وهاي 7000 تطلع منها الايجار، تطلع منها مصاريف اخوتك مال الدراسه. ايه. وتطلع منها الخدمات اللي موجوده سنه الحال طار. لا نت ما نت ما عندك؟ ايه. ما عندك نت؟ لا نت ولا سحب. كهرباء ما عندك؟ وسحب ما عنده. والله حقه. ايش تريد تسوي يعني؟ وانا بنفس الوقت كان حلمي اني اكمل دراسه. والله العظيم اعجز. بالله الكريم يعني انت لسه صفنتني. مو قلت لك انا بقى قصه تختلف انا بس ما مشتكي الواحد بقى من 2012 لحد هسه ما قلت الواحد تعال اعطيني ابد ولا قلت الواحد تعال ساعدني. اعتمدت على روح من ذيك السنه لهاي السنه. بقيت اشتغل الحمد لله ما اعتزيت الواحد. بس اكو هواي امور انحرمت منها من كشاب. هواي اشياء من حرم منها. ابسط شيء الكهرباء ما عندك. نت ما عندك. وين اكو شاب اليوم ما عنده نت؟ لا قسما بالله كلها عتنا. واذا اريد اكنك يمكن ربع ساعه اخاف على اخوتي اروح الكوف واجي. طيب كيف؟ بالبابا كنك ربع ساعة واجي أو ترجع. إيه. أنت وين أشياء فايتك بالحياة؟ أكثر من بس أشياء. تنضحي على نفسك. ضحي بنفسك العفو. أي شيء. وين أشياء بنفسك في سبيل أخوتك؟ أي مو قلت لك هو أكو مهم وأكو أهم. تدري أنت 7؟ والله العظيم يعني 7 وبطل وتشرف أجيال. والله. هذا العمر وهذا الكفاح اللي عندك. وهذا الحرص اللي بداخلك على عائلتك. هي يعني بنفس الوقت تقطع كلامك بخير، انا انحرمت من المدرسه. ليش هم ينحرمون من خطايا؟ انت لين عشتها؟ اي انا عشتها، ليش هم ما يعيشوها؟ اذا انا بعدنا بخير ونعمه وهاي اكون اب وام بدالهم.
بدال اهلي واخليهم يكملون دراسه. لمن يطبخ؟ احنا ناكل برا، مرات انا اطبخ لهم مرات احنا ناكل برا. تاكلون برا؟ ايه. ايش تاكلون مثلا ب 7000؟ فلافل؟ فلافل اي فلافل ان شاء الله. صمون وجبن؟ صمون جبن اقلي. اي يعني ما تاكل همبرجر مثلا لو تقوم على فيزا عائلي؟ لا هاي ما او بشترك واكمل دراستي وهاي اذا اكل همبرجر وبيتزا والسوالف. ايش اسوي؟ اقول الحمد لله. لا والحمد لله بس يعني والله انا اسف يعني والله جوز. لا لا عادي. لا بالعكس. ما باليد الحين انا مثل ايش حالات مثلا امنيتي اساعدك امنيتي لا كفو اقدم لك شيء لان انت هسه ابسط شيء يعني ايش اقول لك مثلا؟ والله انت فخر لكل الاجيال. هاي خليها قاعده ببالك، يعني انت اليوم من بهيج عمر وهيج مسؤوليه وما جاي تطلب من الناس، ما جاي تاخذ من الناس، ما رحت الطريق ما يليق بيك، حفاظا على اخوتك وعلى عائلتك وعلى نفسك وجاي تقدم وعائلتك يكملون، انت مناضل. وبنفس الوقت انت سبع، يعني. انت المفروض هسه هذا كافكا والكتاب خلي يصيرون على صفحه. خلي الناس تنتبه لك، يعني هاي الروايات اللي تقروها يعني اكيد هي للقراء مثل هيك. والله مو رواية، هاي قصة حقيقية، هاي جاي تشوفوها. يعني مو خيالية. هذا ولا بعمر 13 سنة مسوى أشياء يعجز عليها الكبار تعجز عليها، والله العظيم شيوخ يعزون عليه. نفس الوقت قلت لك همين إنه من هسه مثلا إذا أريد أخاوي لي صديق أو أمشي أطلع، أهم صديق شيرد. هم يريد من تطلع مصرفه وهاي مصرف وهواي أصدقاء عفوا من ناحية هاي السوالف. ناحية فلوس، ها أصدقاء من الدراسة. الدراسة من كان والدة عايش وامي كان اكو مصرف وهاي فمخاوين وياي الحدث لا صديق ولا اي شيء كيش باب. انا شوية ما اقدر اكمل اللقاء وياك لانه اكو شعب داخلك يسارتها. مو هذا هو صحيح المشتكى لله بس ريب بعض العالم تسمع صوتنا او انت اسمي حق الناس تسمع صوتك ومن حقك تحكي اللي بداخلك بس انا عذرا يعني هو هذا مو اللي بداخلي يعني اكو اشياء بعد داخلك؟ هذا نقطة بحر. هذا نقطة بحر. اكو اشياء مسويها ما اعتقد مسويها بشر. مثل شنو؟ فد وحدة. كثير من ولادة الحدث وما طاب مول. لا تشاطر. والله. ما داخل مول. حسيت مريت مشيت على المول قالوا لي مستر طب برمودي. فريت ورجعت. ومنيتك تدخل تشوف المول. لا ترى هي مو. عندنا المولات وببلاش. ببلاش ما يدخلون. لين برمودي؟ لا ما يدخلون هو تجي ما يدخلون. لا تلبس بنطلون يلبسوه يدخلوك؟ والله حتى اكثر من مره رحت على بدون بنطلون بنطلون ما يدخل. ليش ما يدخل؟ بنفس الوقت المال هم يراد له فلوس. لا انت هسه ما داخل للمول، عوفك من الفلوس خلي على صف، بس تدخل تشوف. ايه؟ ما داخل. لا. انا دخلك هسه للمول. لا راح. والله اسر كمل اللقاء روح انا اكل. لا شكرا. والله العظيم. اتمنى لك التوفيق. وعذرني بالله يعني لا عادي لان اكو شاب داخلي حتى عذرا للمشاهدين ما تقدر تطلع صحيح فاتمنى من الله انه يوفقك الله وبنفس الوقت انت سبع يعني هاي خليها ببالك انت فخر هسه لكل الاجيال وفخر لعائلتك ولفوتك وحريص عليهم ان شاء الله عادي. فهاي مجرد خليها ببالك تفتخر بنفسك صحيح والله العظيم صحيح انا افتخر بنفسي وافتخر انه ما مديت يد الواحد بس هاي هي هذا هاي. اهم شيء سويت شكرا جزيلا برا نعم مشاهدي الكرام بهيج عمر وبهيج معاناه وهيج مسؤوليه ويتيم امنيته يدخل مول امنيته يكمل دراسه امنيته تجي الكهرباء ببيته وهذا ولا قاعد هنا بهذا العمر هاي كل هالاشياء مسويها واكثر فاحنا اليوم اذا ردنا نحكي وردنا نتحدث انه خل اربط شيء بشيء انا اقول انه الروايات هاي تنكتب او القصص الخياليه اللي جاي تقراها الناس وتنجذب الها لا اكو اشياء اقوى منها بالواقع وموجوده هاي بهاي الساعه اللي صورنا بها هاي القصص طلعنا بها قصه اخوي هنا ولا والله العظيم مفخره لكل الاجيال مفخر لكل الاجيال، فهذا العمر جاي على نفسه متنازل على احلامه، متنازل عن صحته في سبيل عائلته وفي سبيل مستقبلهم لان هو ضاكه وبطل المدرسه لانه 500 الف ما عنده حتى ينجحوه، فمثل هاي القصص الاف ومئات موجوده. انا بالبدايه او
مو بالبداية، يعني حتى التعبير قام بدأ يخوننا وياك. أولاً وآخراً أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله أشوفك بأحسن حال. فين بوسي كان كلام متواصلين وياكم، عليكم يا يعني. تواصلنا وياكم مشاهدينا الكرام من شارع الربيع، واحنا اليوم التقينا بالشباب الحلوين اللي موجودين هنا، وايضا انتم يعني شبابنا وحلوين ومرتبين، بس طالعين في توكيت ويت ظروف، اريد اعرف شنو الجابركم طالعين؟ واحنا كملنا محاضرات. ها طلاب جيد، طلاب سادس يعني، ما طالعين تغيرون جو؟ لا هو لا يعني شويه يعني ها شويه المود كان متعكر، خلينا شويه نشتغل. اعرف اسمك. بارق. بارق. وانت جسمك؟ كرار. كرار. وانت؟ محمد. محمد بشوارب لو بدون شوارب؟ لا بشوارب. بشوارب محمد بدون شوارب. اسمك حمودي؟ لا صادق. بارق. انتم حاليا صف سادس؟ اي صف سادس. سادس. امتحانات جاي تمتحنون؟ لا احنا هاي السنه يعني قاعد نقا سادس. يعني هاي ما شاء الله هاي الزلم شوارب ووزن رايحين للسادس؟ بالضبط. انتم هسه مثلكم رايح البكالوريوس. صحيح. اي طبعا. شلون الدراسه؟ والله هو السادس يعني من ناحيه انا اشوفه إيه؟ سهل، بس المواد طويله يعني لازم الواحد يراجع، لازم هيك يعني. زين. يعني مو الواحد خلينا نقول يهمل الدراسه يعني. يعني انت هسه بعدك ما مداوم سادس وجاي تستعد؟ لا بع مو احنا مو بس سالفه يعني استعداد لو مو استعداد. بس مثلا هسه احنا عن نفسنا يعني بدينا من شهر السادس. من شهر السادس. يعني صار لنا هاي تقريبا شهر رابع احنا يعني مستمرين سادس. وعلمي؟ اي علم احيائي. علم احيائي، وانتم شباب علم احيائي؟ انا علم تطبيقي. انت علم تطبيقي؟ علم احيائي. علم احيائي. والله موتكم العلم. زين دراسة العلم دائما يشكون منها شويه صعبه. هو ما طول انت بخلي ببالك هدف. ما طول انت بخلي ببالك هدف. يعني انسان عن نفسي وخلي مثلا هدف ببالي اللي هو طب الاسنان. طب الاسنان. طب الاسنان لازم يعني مثلا مو فد شيء سهل يعني اي واحد مثلا يجي هاي، فلازم تتعب نفسك. زين. لازم انت بالرابع بالخامس شلون درجاتك كانت؟ لا الحمد لله زينات. يعني زياده معدلاتك كانت؟ يعني نقدر نقول زينات. يعني قصد تأهلك انه شوك ان شاء الله تأهلك بالسادس. يعني بما انه الانعكاس الرابع والخامس انعكاس للسادس. اي طبعا. انت مستواك زين يبقى مستواك زين. اي طبعا طبعا. يأهلك انه تطلع طب اسنان؟ اي طبعا ليش لا؟ بس انا اقول لك مثلا يعني اعطيك يعني ابسط مثال، هذه يعني هذنيش المواد مثلا اوكي يعني ضايجين من دراسه وغيرها وغيرها، انا اقول لك ترى الدراسه هي تضوج، خلينا نكون واقعيين. صح بس مستقبل. اي بالضبط. بس مثلا شو مثلا سامو صار السادس مثلا صح اوكي من هناك مثلا اسلوب لو فد شيء واحد يترك يعني كله اسلوب وغيره ويركز بالسادس ليش؟ يعني يخلي بباله هاي مرحله انتقاليه. حلو. انتقاليه من حياه. انتقاليه من حياه الى حياه ثانيه. نعم. يعني الواحد بهذه المرحله يحدد مصيره. عافيه. هي اذا يحدد مستقبله. السادس مرحلة مصيرية طبعا. ايوه تحديد مصير صح لو مو صح؟ وين تصير؟ وين مستقبلك؟ شنو تكون بالمستقبل؟ بالضبط. الوضع انه انت هسه سادس جاي تدخلون خصوصي؟ اي طبعا هو معاهد يعني خصوصي ومدرسين وغيرها. زين دائما يشكون من الخصوصي وانه من اي ناحية حدد؟ ها خلي هسه نتفق على فد قضية معينة. كل الطلاب هسه اللي جاي التقي بهم طلبة السادس او الخامس او الثالث انه رغم انه داخلين معهد او داخلين بالمدرسه، لكن نفس الاستاذ اللي ياخذهم بالماده جاي يجبرهم يدخلون يمه خصوصي. هاي صارت وياكم الحاله؟ انا بالنسبه لي صارت خلينا نقول مثلا بالرابع والخامس وغيره. نعم. مثلا انا قاعد احكي مدارس الحكوميه، خلينا نحكي العدله. زين. يعني توحي من المدرس، المدرس يعني تشقد لو شقد ما تقرا شقد ما تسوي، يعني تيجي امتحاناتك الشهريه وامتحانك الكورسات تشوف درجه يعني واسب. يا ليش؟ والله اذا تريد مثلا نجاح يعني خلينا ايش اعطيك اياها. اي من الاخير. اعطيك اياها من الاخير. تعال مثلا فلان معهد سجل مخصصه وانجح. صحيح. يعني هاي جاي اخذك الصبح بالحكومي ما يفهمك، خليني اشرك الولد بهذا الحديث، جاي اخذك الصبح ما يفهمك يجبرك تدخل يمه خصوصي. خصوصي انا بدي انجحك مو مساله. كم ماده بش كم ماده تدخل لازم؟ حسب المواد. مش كم ماده عندكم بالخامس؟ احنا بالسادس عندنا تقريبا هسه انا داخل خمس مواد ادرس بيهم. خمس مواد خصوصي؟ اي من غير الاقتصاد بعدني ما داخل بيهم. كل درس ايش قد تدخلون بيه؟ كل درس حسب، مثلا عندك 850 950 عندك العربي. الله اكبر. اي حسب. الله اكبر. اقل درس 750
يعني اذا نفس هاي الحاله يعني الناس من حكوا ما انحكت اعتباطا انه نفسيه المدرس يجبرك تدخل يمه. صحيح اي اكيد هذا الشيء هذا تريد روح اسال عليه وشوفه بعينك يعني هذا الشيء ماكو شيء اي كذب. زين انتم بيا مدرسه تداومون؟ انا هسه حاليا اداوم بالريحاني. وين انت؟ هسه استوني داوم هذا ما حد الريحاني؟ ما حد الريحاني هسه الثانويه مالته. اهليه ولا حكومه؟ اهلي اهلي اهلي. اي كنت بالفرقة القرن بزيونه؟ لا احكي على المدرسه الحكوميه اللي جاي تداوم بها. من هي؟ المدرسه الحكوميه اداوم بها الفرقان. الفرقان؟ اي. وين تصير؟ تصيره وين العب بغداد هناك. زين وانت وياهم؟ نفس الشيء وياهم. لو عليهم؟ لا وياهم. زين هم جاي تعطي هذا القصد؟ لا انا ما انطق قصد لان انا حولت حكومه. حولت حكومه؟ لا خصوص قصدي جاي تدخل بالمعهد؟ لا ما ليش شاطر؟ لا مو شاطر بس ما يعني ماكو الامكانيه اللي ادخل بيها. بين سجات. اي سجات. سجات اكيد. ليش عنده شوارع بالاعداديه لازم شاطر؟ عم يستفاد من يمه. اكيد. زين بارك يعني انتم هسه اذا خمس مواد داخلين بها هاي السنه وكل ماده 750 و850 ايش قد لغايه الان صارفت بعدك ما داخل سادس؟ باع انا بالنسبه لي يعني كحسبتها كبشكل عام تقريبا ما تي الاقساط ويا من ملازمي ورحت وجيتي يعني توصل خلينا نقول 12 مليون او اكثر. هاي بعدك ما عابر سادس 12 مليون بالضبط. مو اي بالضبط زي. بس خلينا نقول يعني كمثال يعني حسبناها تقريبا لحد الان 4.5 5. 4.5 5 وبعدها بس يعني ككورس اول هذا بارق انت يجوز يعني حاله ميسور. هسه محمد هنا ما قدر يدخل بهاي الحاله يعني محمد راح ينجح انت تنجح شلون يصير؟ بابا اسمعني هي لازم اكو عداله بالموضوع لان انت مدرس جايبه شلون؟ طبعا طبعا هي مو سالفه مثلا واحد مثلا يعني داخل دروس خصوصيه فيعني اوكي هذا راح يطلع معدل 100 او مثلا واحد مثلا ما داخل ايش يعني معناته هذا يعني راح يكون غاصب ما له اي علاقه الاعتماد كله على الطالب. على الطالب المدرس المدرس هو شغله المدرس جاي يجبرك ما يوصل لك الماده الصبح بالدوام جاي جبرك تجيب المحل. اكو مدرس ياخذ مليون وربع. مليون وربع على شنو؟ مليون وربع ياخذ على الماده الوحده. شو يدرس هذا؟ يدرس لغه عربيه. على العربي مليون وربع؟ على العربي مليون وربع. ليش؟ بعد هاي انت لا جاي لا والله العظيم جاي سقط فيه. لا ما سقط فيه ما مليون وربع على العربي؟ مليون وربع. هاي شنو؟ والله ونص باوع. هاي البدايه تدخل يم شخص حد حيزود؟ اي حيزود رشوات نقطه ورا تريد ورا الكاميرا بالكواليس اقول لك من هذا المدرس. هسه انا ورا الكواليس راح اعرفه. اي بس وعد تحكي لي اياه. احكي لك اياه. وانا شخصيا يعني اتمنى هذا الموضوع واوصله لوزاره التربيه. لان يوم موضوع خطير. انت اليوم من تكون مدرس وراتب عندك او موظف وجاي تجبر الطلبه وهذا طبعا الحاله تكررت هاي يعني انا استشهد بحديث الشباب مو لانه الحاله الاولى هاي لا يمكن هذا للمره السادسه او السابعه هالموضوع جاي نطرح ببرنامجنا برنامج يام الناس لكن ماكو حل من قبل وزاره التربيه والناس المسؤوله على اعتبار انه اليوم هو المدرس انا اعرف هوايه من المدرسين يعني جاي يدرس الصبح حكومي والظهر يروح يداوم مدرسه اهليه والعصر عنده محد زين انت ما يخالف بالعافيه عليك عسى ما خمس رواتب ومو حسد عيشه بس انت واجبك كموظف حكومي وجاي تداوم مدرسه حكوميه واجبك تنطي حق المهنه انت مو تجبر الطالب لا غصبا عليك تجيني يمي وتدخل خصوصه ب 850 وبمليون وبمليون ونص. هو مثلا شلون اقول لك يعني انسان حاليا يعني كسادس ايه؟ فاهم انا احكي لك صراحه حد يعني ما شايفين خلينا نقول مدرس يقول لك تعال يعني هو يعني غصبا ما عليه. زين بس انا قاعد احكي انا يعني كمنشط يعني على صف رابع اعدادي شفت مدرسه حكوميه بالزعفراني. نعم هاي مدرسه حكوميه بالزعفراني. بالزعفراني زين. اي هاي مدرسه يعني حرفيا عمود يعطيك وقت قبول اللي هي تعتبر مجانا لازم. ورقه قبول مال شنو؟ وقت قبول يعني حتى عدت الدوام بالمدرسه ايه؟ ياخذ 150,000 هذا المعاون. هذا المعاون تمام انت بس زين. تاخذه عندي ولد صديقي يعني العراقيين بهم مرض صار مال رشوه اي يعني مكاد المعلم ان يكون رسوله وين رسول بالموضوع اقول لك انا اعرف مدرس صار حميد اعرف مدرس اخذ مليون على القبول اللي يقول عليه هو 150 خلي يحمد ربه مليون ياخذ اكثر على القبول على القبول هاي من غير مثلا بالامتحان من نصف السنه زين ليش ها ليش ياخذون هاي بعد يعني شنو شنو فرق الخدمات المدرسه تختلف عن باقي المدارس انا بس بدي اساليك تعال هنا بس عدلين اكو شغلات مثل ما نقول عرق على الجغرافيا او ما شابه حتى اذا عرق على الجغرافيا مو يعني مو فد مشكله ولا فد عرق تجاره بس نقلت صار لا بعد ما من نقل يردون مبلغ يعني الا اعطيهم فلوس يردون مبلغ بعد المدارس يردون مبلغ معين ايش قد يردون؟
يردون 150 على الطالب، وانا عندي اربعه يعني هسه لازم اقل. اربعه تنقل؟ اي اربعه. يعني زياد يصير؟ اخوتي اثنين وانا اثنين. 150 على الطالب؟ على كل طالب. عود قول و على 600,000؟ اي يلا ينقل. يلا ينقل. هاي شنو؟ يلا تطلب ورقه قبول. هاي الرصافه الثانيه؟ الرصافه الثانيه. يعني الرصافه ما لها علاقه النقل داخل انت من مدرسه لمدرسه. اي من مدرسه لمدرسه. زين ليش ما تشتكون؟ ايش تشتكي؟ من يوصل اسمه؟ من يوصل صوته؟ لا هذا البرنامج وهالقناه ولكم يعني. والله بالعكس انا اتمنى يصير تعبرون عن وجهه نظركم. صح. تظاهروا لا تبقون ساكتين لان هذا الموضوع بالمرحله الجايه جشع. هذا مستحيل. صح. انا وياك بس احيانا هسه اذا تشتكي يصير ضدك. من يصير ضده؟ يعني كله تفتر عليه. لا احنا اليوم من ناحيه يعني المدرسين تفتر عليه. كلمه الحق يعني تقال مسموعه. صحيح. وتقال. صح. لكن بنفس الوقت انتم اليوم اذا اعداد مثلا انتم على مدرستكم على مستوى فقط مدرستكم او صفكم او شعبتكم يعني ما بيكم 100 طالب 100 طالب يغيرون؟ ما يغيرون اي شيء، يعني يختلف عليك يفصل القاعه كلها. باخذني نحكي لك الواقع. احكي لي الواقع. يعني مثل ما المدرس قاعد يستفاد خليني هيك افتهمها شلون ما تفتهمها افتهمها. فانا اقول لك البضاعه هم وقتين قاعد يستفاد. هم جاي يستفاد. فشي مثلا انت قاعد تقول لك يعني 150 بيها ثلاثه. بالضبط. خمس مقسمه على كل واحد 50. ايه لا كل شخص كل شخص 50. لا 150 هو انت جاي تعطي 150. كل شخص 150 على ورقه القبول. اي يعني هو هاي ال 150 قسمه على ثلاثه هو وراه واحد لو اثنين. بقيت منك يعني اذا ما قلت ادخل بالمعهد مالتي او ما شابه يعني من قلت ادخل بالمعهد مالتي انا متنجح. هيك انا ما راح نجحك يعني قاعد اسند اذا ما يدخل بالمعهد. يجبرك. يجبرك. يكسرك. من اللي ممكن اذا يدخل يمه بالقليل ثلاث مادات مادتين. يدخل يمه المادة عليه على ايش قد على 500 هذا هو كان ثانوية او متوسطة بس من ناحية السادس هاي بحث اخر. والله العظيم هي مشكلة جاي نواجهها او يواجهها كل الشعب العراقي اليوم. هاي ازمة الثقة اللي انهزت بين المواطن بين الموظف بين المسؤول. ما كل يوم مفصل من مفاصل الحكومة مفصل من مفاصل الدوائر الحكومية الخدمية بثقة. لا مستحيل يعني هسه هو طالب وجاي تنقلب من مكان لمكان ب 150 على الطالب. اصلا ماكو هيك قانون بالموضوع. انا قبل فتره نقلت يعني عندي هم اثنين تقريبا طلاب اثنين من رصافه. الرصافه موضوع ببلاش طبيعي بس انت من تكون مدرس ومسؤول يعني على هذا الموضوع مسؤول عن طلبه ومن واجبك توصلهم ومن واجبك تخدمهم وتوصلهم الماده ايش تتعامل وياهم زين على يا اساس مثلا شنو القانون اللي تستند عليه انت؟ هسه لا عشائريا لا اخلاقيا لا قانونيا لا حتى مهنيا. فهو الموضوع ده هيك. فخلنا نقرا على التعليم السلام بالمرحله المقبله على التربيه السلام اذا هيك بقى الوضع. فانتم اذا هيك هذا الموضوع جاي تعرضوا له وبعدكم ما داخلين جامعه فمن راح تكونون انتم باكر عقبه اساتذه. صحيح. شلون راح مثلا اذا تشوف استاذك هيك شلون راح تتعامل؟ بابا شوف الشغل بعيدا عن هذا الموضوع اذا نقول اني او حتى الولد مثلا الله فضل علينا وقعد مثلا نقدر نطب خصوص وقاعد نطب مدارس اهليه فالفقير من اللي حيجي. صحيح يعني والله. هذا اللي خلينا نقول يكون والده يعني بالشاخ نقول راتبه 250 و300 من اللي حيجي؟ صحيح. يعني من اللي حيدفع خلينا نقول بالسنه 12 مليون و15 وغيرها فعلا. صح يعني شنو؟ فالشاحن يعني شنو حيكون معطي المصير؟ لا غسوب وهذا هو راح يكون عاطل عن العمل يكون عاطل وهذا الشيء يعني هذا الشيء من راح يوديه؟ راح يوديه اتجاه مخدرات اتجاه المشاكل اتجاه السرقه الكل شيء. صحيح والله. يعني بس الله موجود. الله يكون بعونكم. اتمنى لكم التوفيق. من الله يوديك ربي يوفقك وان شاء الله يعني والله العظيم من كل قلبي اتمنى لكم. اشوف انت ولا اشوفك طبيب اسنان بس لازم تضعف شوي. هذا هو صوت الدلل وان شاء الله تضعف. لا هاي امنيه هنا بعد ما تضعف وانت ان شاء الله يا ربي ايش اقول عليك؟ شوارب حميد. ها؟ عميد يعني ماكو عميد؟ اي الا قول شوارب؟ لو قاعد هنا ماشيين انت ايش تتمنى تكون؟ يا واني ندرب الضباط ان شاء الله. ضباط ورايح علم قوة جوية او لا تطبيق انا تطبيقي؟ ها اي ايش من هذا الفرع؟ اي قوة جوية انت وجهك مال الطيار يا واني؟ اي والله بين طيار طالع على عمي. اتمنى لكم التوفيق. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم احنا يعني رغم انه كان بنيت انه افتح موضوع الاسعار وموضوع التجاره لكن هو برنامج جامع الناس لكل الناس وكل معاناتهم وكل مناشداتهم فبالتالي هذا الموضوع بالذات اتمنى انه الجهات المعنيه تدقق به لان اليوم كل المفاصل اغلب المفاصل هي بها فساد.
ماكو دائرة اليوم بالعراق حكومية غير حكومية خالية من الفساد، لا مستحيل. يعني هاي على مستوى أساتذة ومدرسين واللي هم المفروض قدوة بالمجتمع هي جاي يتعاملون مع طلابهم. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يام الناس، وإلى اللقاء.